السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعليم تفعيل الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية. قالت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تفعيل الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بعد توجيهات رئيس الوزراء بإغلاق كافة المراكز التعليمية. وأضافت المصادر أن أعضاء الشؤون القانونية في الوزارة لديهم صلاحيات بإغلاق مراكز الدروس بعد الحصول على موافقات السلطات المختصة وهي وزير التربية والتعليم الفني، مشددة على أن هناك فريق من القانونيين من الوزارة والمديريات التعليمية وصلت لأكثر من 100 عضو إضافي إلى تنسيق مع وزارة الداخلية ورؤساء الأحياء لقطع المرافق عن الأماكن غير المرخصة. شددت المصادر على أن الوزارة لديها حصر كامل بأعداد مراكز الدروس الخصوصية، إضافة لأنه سيتم تطبيق القانون على المعلمين الذين يتم ضبطهم أثناء عمل الحملة، مؤكدا أنه سيتم بدء تنفيذ الحملات خلال الأسبوع الجاري. وأكد المهندس مصطفى مطبولي رئيس الوزراء أنه طالب وزارة الداخلية بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة في الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من غد الأحد. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. شكرا على المتابعة، وانتظرونا في مزيد من التقارير، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.